السلام عليكم ورحمة الله. أهديكم هذه اللوحة الجميلة بفن الأسلاك الفولاذية، وهي الشعار المصغر لمؤتمر اتحاد أطباء وجراحي الأسنان العرب والمنعقد في بغداد 1984. هذه اللوحة المصغرة قطرها 6 سنتيمتر فقط، وعملت بالأسلاك الفولاذية الصلبة المشتقة من تقويم الأسنان. وقد علقت هذا الشعار بنفسي على صدري راعي المؤتمر الدكتور وزير الصحة العراقي، وراعي المؤتمر ونائب رئيس الجمهورية العراقية. أما اللوحة الكبيرة للمؤتمر فكان أطوالها 60 × 40 سنتيمتر، إضافة إلى هذه كانت بالتفصيل والتركيب وتحوي على اللغة العربية والإنجليزية للمؤتمر، إضافة إلى تاريخ المؤتمر 14/11/1984 والمنعقد في بغداد، وقد وضع في متحف الاتحاد العربي، وأيضا صنع بالأسلاك الفولاذية الصلبة بقياس 40 × 60 سنتيمتر. هذه اللوحة لا زلت أحتفظ بها منذ سنة 1984. تحياتي لكم وشكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء آخر، مع تحيات البروفيسور الدكتور بشير كنعان.